أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى في هذا الشهر الفضيل المبارك وفي هذه الأيام المباركة، ونحن نودع هذا الشهر الفضيل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. باسمكم جميعا إخوة الإيمان، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يعيننا فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج 0501785536. معالي الشيخ عبد الله حفظكم الله، والمسلمون وقبل أيام كانوا يتطلعون لرؤية ودخول هذا الشهر الفضيل المبارك، الآن وهذا الشهر وقد أزفت أيامه وانتهت أيامه، كلمة في ختام هذا الشهر الفضيل، كيف يعني يعيش المرء، كيف يودع هذا الشهر الفضيل المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان قال الله عنه أياما معدودات، ونحن نشاهد الآن، أمس دخل واليوم يودع سيخرج. هذه حال الحياة وهذا حال العمر، عمر الإنسان مكون من هذه الأيام، تنتهي وينتهي العمر. ولكن حقيقة رمضان شهر خير وبركة، شهر اطمئنان وسعادة وأنس. يعني ما ننسى الأيام التي قضيناها في المسجد في العشر الأواخر، الناس متفرقون لطاعة الله، مقبلون على كتاب الله، تجد تلفت في هالمسجد تجيب جنبك شايب، من هنا شاب، من هنا واحد ليس مثلا سعودي، من هنا كذا، وكلهم يطلبون الله ويذكرونه ويقرؤون القرآن. ها، وإذا كنت في الحرم المكي أو المدني، يا الله ترجع محل تقعد فيه. صحيح. ها، ازدحام ازدحام شديد، كل هؤلاء يتقربون من الله. هي ليالي يا شيخ، ليالي أنس، ليالي تعلق بالله، ليالي دعاء، ليالي مغفرة. فهذا الوضع هو الذي يحبب رمضان إلى قلوب العباد. أتى رمضان مزرعة العباد، فالمؤمن إذا فارق رمضان يفارق صديق وحبيب، يقول الله خلف علينا، راح رمضان، ليته يمتد، ليته يمتد شوي رمضان، ليت ها. لكن أيضا بعض الناس لا يفرح إذا انتهى من رمضان، وهذا قليل له الحمد لله، لكن أيضا موجود. ليه؟ لأنه ما قدم في رمضان شيء، رمضان منعه من أشياء كان يعني يتعاطاها، وقيد حريته في أشياء كان يزاولها مما لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء لا يحرصون على رمضان، لا حول ولا، لأنهم لا يحرصون على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم جل على حب الطاعة علامة الإيمان. جميل. قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. المؤمن ميزته يحب الحسنات ويحب السبل
والطرق التي توصل للحسنات، ويحب الأوقات التي فيها الحسنات، ويحب الأشخاص الذين يدلونهم على الحسنات. صحيح. الفاسق عكس ذلك، يبغض الحسنات، يبغض الناس اللي يدلونه على الحسنات، يبغض الأوقات التي تكثر فيها الحسنات. فيا أخي، أنت الآن عشت ليالي أنس، وأنت الآن تودع رمضان، تودع رمضان وقلبك يحترق، لأنها أيام فاضلة، أيام مباركة. والله يا إخواني، إن ذوق العبادة إنه نعمة من أعظم نعم الله تعالى. صحيح. عندما رب العالمين يفيض عليك أنك تتذوق الصلاة بين يديه وقراءة القرآن وفعل الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة يا إخواني، والله الإيمان حلو، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذه الحلاوة. من ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يا إخواني، ترى الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. دحين لو عندك عامل الآن ويعني وسط، لكن يوم جاي سافر جاء عندك وبتساوي يا عمي وانت وانا وانا وانا، والله تتغير النظرة. صحيح. النيت عليه. صحيح. الخاتمة. صحيح. ولو ان عندك عاملا طيب ومجتهد، ويوم جاء اخر يوم يروح زفتها خربها، خاصبك وانت وتتغير نظرك، تتغير النظرة. والجميل اللي هو تدفع له في ذاك غالبا ينساه الإنسان. نعم. إنسان سدى ينسى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالنيات بالخواتيم. وإنما الأعمال بالخواتيم. فيا إخواني، أحسنوا الختام، أحسنوا ختام رمضان. ولذلك ليلة العيد تراها من ختام رمضان. صحيح. ترى يشرع فيها التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الإنسان يا إخواني يجعل يوم العيد ختام. يوم العيد ترى يوم عبادة وفرح، يوم عبادة، يوم تواصل، يوم الإنسان يعني يكثر فيه من تكبير ومن التسبيح والتحميد والتهليل. ليه؟ عشان تكون أثر العبادة متواصل. والذين اهتدوا زادهم إيمان هدى وآتاهم تقواهم. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، قد يقول بعض الناس يعني في ختام شهر رمضان المبارك يجب أن لا نحزن كثيرا، ولكن أيضا نفرح أن الله سبحانه وتعالى وفقنا لصيام شهر رمضان المبارك، وها نحن نستقبل العيد ونفرح بالعيد، فما رأيكم يا شيخ؟ أليس الآن يوجد عندنا في الساعة الواحدة أو في الدقيقة الواحدة ما يوجب الحزن ويوجب صحيح الفرح؟ نعم. يعني الآن الإنسان أحيانا يحصل له خلال دقيقة ما يفرحه، وأحيانا يكون معه ما يحزنه. فأنت الآن تفرح لأنك أنهيت هذه العبادة، وتحزن لأنك فارقت هذا الشهر. ونمثل بمثال سم. يعني الآن لو بنتك الآن متزوجة، ها؟ نعم. وبتروح مع زوجها، زوجها مثل بتروح معه لبريطانيا ولا عرست ويلا بيمشوا، أنت تفرح لأنها متزوجة. صحيح. لكن تحزن لسفرها لأنها بالسفر. صحيح. صحيح. مع أنك أنت مبسوط فرحان. نعم. حزن. نعم. فرح. أحيانا يكون الفرح والحزن بسبب واحد، يعني حول واحد. فنحن في نهاية رمضان نفرح لأن الله أتم علينا جميل هذا الشهر، وأكملنا العبادة الحمد لله، وعيدنا ونحمد الله. وأيضا نحزن لفراق ليالي العبادة والأنس في ذلك الشهر الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أيضا العيد، وكيف يفرح المسلم بالعيد، كيف يكون التواصل بالعيد ويستغل هذه الأيام المباركة؟ والله يا أخي العيد من أعظم وسائل التواصل. جميل. وينبغي يا إخواني أن نستغل وسائل التواصل، يعني لأن لك قرابة الآن في الدمام، أنا مثلا في الرياض لي قرابة في الدمام، ولي قرابة في الجنوب، ولي قرابة في جدة، والأفلاج وفي الأفلاج. نعم، فهؤلاء يا إخواني قد ما أروح لهم، لكن الواتساب والرسائل النصية والتلفون ترى يا إخواني يغني وينفع، ولا في أحد بيقول لك ليش اتصلت علي يوم العيد. صحيح. فلا حتى لو اتصلت على مثلا واحد من جماعتك هناك وقالوا عياله يا ابوي ترى فلان متصل عليك، مو بقول قال جزاه الله خير، يعيد يبي يعيد عنه الله يجزاه خيره، لأن العيد هكذا فرصة والنفوس طيبة. نعم، ولذلك يا إخواني ينبغي أو يجب استغلال العيد لإزالة الشحنة. يعني في أحيانا بينك وبين بعض قرابتك قومت نفس مثل ما نسميها لنا، وتجدهم شبه زعلانين عليك وكذا، فإذا جاء العيد لا يقولون لماذا جاء يسلم أبدا، ولا يقولون ليش أرسل لنا رسالة أبدا، لأن العيد مناسبة، فينبغي استغلال هذه المناسبة في إزالة الشحنة اللي هي بضاعة إبليس. يا إخواني الشحنة إبليس اشتغل على نبيها، قال الله تعالى في إبليس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم التحريش. ولذلك يا إخواني ترى القرابة دائما هي محل التقاطع. شف بيت يعقوب وش يصار فيه من المشاكل، شف بيت آدم أبو البشر قتل قابيل هابيل. صحيح. ها؟ صحيح. يعني نشوف الآن يا إخواني هذه البيوت الشريفة الكريمة كيف الشيطان فعل فيها فعلته. فلا تستغرب يا أخي أنه يوجد هذا في مثل بيوتنا أبدا، اعلم أن هذا سيكون، لكن اجتهد أنت وحذر واعمل الأسباب، ولا ما هو معقول انه بيصير عندك اولاد ولا يقنص الشيطان بعضهم، لا تجد بعضهم سهل للقنص مستعد يمشي مع ابليس جاهز. صحيح. نعم، احسن الله اليكم. شيخ عبد الله بارك الله فيكم، كيف يحافظ المسلم على هذه المكتسبات في شهر رمضان المبارك، يحافظ عليها ولا يخل بها وتعتبر مكسب له في حياته في دينه ودنياه؟ يا اخواني احنا عندنا مكاسب في رمضان، مكسب الصيام يمتد في شوال بصيام 6 أيام من شوال. نعم. هذه نعمة عظيمة. عندنا القيام يمتد في شوال ويمتد بالوتر. صحيح. الوتر عبادة، بعض العلماء يرى أنها واجب، وبعض العلماء أو كثير من العلماء يرون أنها سنة مؤكدة. فالوتر يا إخواني لا يجوز لمسلم أن يتمادى في تركه، ولهذا قال الإمام أحمد لا يترك الوتر إلا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، وقال أوتروا يا أهل القرآن. والوتر يا إخواني مو بركعة واحدة، لا، الوتر أقل كمان فيه 3 وأدنى 11، يعني أكمل 11 ركعة. كذلك عبادة القرآن ما ينبغي أن تنتهي في رمضان، بعض الناس عنده مصحف ما يطلعه إلا في رمضان، في رمضان ولا غيره حاطه في الدرج ولافن عليه. لا يا أخي لا يجوز أن تترك القرآن بعد نهاية رمضان. يا إخواني القرآن يجب أن يكون معنا طول الوقت، القرآن هو النور وهو الحياة. الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، روح ونور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله تعالى جعل عمل وامتثال القرآن هو الحياة الحقيقية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ والله يا إخواني، الإنسان اللي ما معه القرآن لا يعمل به ولا يقرأ، لأنه ميت، ميت. صحيح. الحياة حياة القرآن، حياة من الله تعالى، نور وهدى، بصائر للناس وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. الشيخ عبد الله بارك الله فيكم، بالنسبة لصلاة العيد هل تجب على المرأة، وهل تصلي المرأة في صلاة العيد؟ صلاة العيد اختلف فيها على أقوال. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه بعض العلماء أظنهم الحنفية أنها فرض عين وأنها واجبة، يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عامة المسلمين، حتى أمر ذوات الخدور وكواعب من النساء أن يخرجن للعيد، اللي ما جرت العادة أنهن العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض اللي ما يصلن أن يخرجن ويعتزلن الناس في المصلى ليسمعن الذكر والخطبة. عاد الحمد لله الآن الذكر والخطبة أصبحت الآن تجي في البيوت. صحيح. يعني الآن باستطاعة المرأة في بيتها أن تسمع الخطيب في البحرين وفي الأمارات. جميل. ثم تسمع في الرياض. صح، فرق الوقت. ثم تسمع في مكة والمدينة. صحيح. ها؟ صحيح. ثم تسمع أيضا في بعض الدول الإسلامية اللي في غرب أفريقيا. فالمرأة الآن، يعني أنا ما أشوف المرأة الحائض الآن أنها تروح للمسجد، لأن المساجد الآن في الغالب عندنا ما عندها مصليات حصل. لا، مساجد في المدن مساجد مبنية، ولأن سماع الخطبة ستسمعها وهي في بيتها. صحيح. خطبة الآن يتيسر لها سماعها في بيتها. نعم. يبقى لنا القول في صلاة العيد. قلنا القول الأول أنها فرض عين، وهذا قال به الحنفي وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، أمر المسلمين. القول الثاني أنها سنة، أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. عن الباقي. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا المذهب أنها سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وصلاها. نعم. نعم، بارك الله فيكم. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يسعى عن صيام ست من شوال، هل له أن يؤخرها في شهر شوال أم بعد العيد مباشرة؟ هو هذه الأيام هي في شهر شوال. جميل. لكن المسارعة في أوله تأتي يعني عملا بقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض. فالمسارعة في الخير وفي رضا الرب جل وعلا يقتضي أن الإنسان يبكر الخير بهذه اللي أول شيء يعني شغل الذمة به، والشيء الثاني أنه من المسابقة إلى الخيرات. لكن لو كان عند الإنسان ظروف، مثلا بيسافر، أو عنده مثلا بيروح لأهله يعيد عندهم خمسة أيام ستة أيام، ويبي على ما يقولون يفلها عند أهله، لا يصوم لين يرجع. صح. إذا رجع يصوم. أي نعم. فالصيام بعد العيد مباشرة، أول يوم العيد حرام، طبيعي الصيام في يوم العيد حرام، ثاني يوم من العيد يجوز الصيام فيه، ويستحب لمن ليس عنده شغل إسراعا في براءة الذمة وعملا بآيات المسارعة والمسابقة. أما من كان عنده شغل فإنه يؤخر ذلك إلى أن يجد لنفسه فراغا يعني يؤدي فيه هذه العبادة اللي هي صيام الست من شوال. وإن كان يسألنا بعض الإخوان يا شيخ،
عدة أسئلة. من ضمن الأسئلة يقول هل يجوز أن يصومها الاثنين والخميس؟ يجوز الحمد لله. يعني أنت بتصوم ستة متتابعة بتصومها الاثنين والخميس أو تصومها أيام البيض وتكملها من الاثنين أو من الخميس، كل هذا جائز. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بعض الحريم جزاهن الله خير تصوم الست وتصوم قضاء، لا تصوم اللهم اهدنا في من هديت البيض اي تقول بصومهن. قلت طيب ما تعرفين صمت الست، الست تكفيك عن البيض. لكن هي من محبة الخير تقول بصوم الست وبصوم البيض. جزاك الله خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى ما نقول شيء فيه، لكن هي الست تكفي في شهر شوال. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، بعض الحريم عندها قضاء وتقول أنا إذا صمت القضاء لن أدرك صيام الست في شوال، فما الحيلة؟ الحيلة يا إخواني عندنا أمران. الأمر الأول أن تعجل الست وتؤخر القضاء وتصوم بعدين، وهذا رأي لبعض العلماء. الرأي الثاني أن تصوم القضاء، وهذا في نظري أنا أولى، عندي أن هذا هو الراجح، نتصوم القضاء أولا ولو صامت الست في ذي القعدة. لأن بعض النساء الآن عندها مثلا شهر أو عندها 20 يوم وبتحيض، يعني ما تستطيع تكمل، فحينئذ تقدم القضاء والصيام هذا، يعني متى ما صيام الست تصومه في ذي القعدة أو غيرها. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول متى يبتدئ التكبير للعيد ومتى ينتهي؟ يبتدئ ليلة العيد ويوم العيد إلى الصلاة، وبعد الصلاة ينتهي التكبير إلا التكبير المطلق العام. هذا في كل وقت، لأن الله تعالى يقول عن التكبير العام: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والتكبير يا إخواني من أفضل العبادات، من أفضل الذكر، مع أن لا إله إلا الله أفضل من لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أعلى، قال الإمام بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. لكن التكبير عندما نراه في الأذان نجده 4 في المقدمة و2 في المؤخرة، يعني كم أخذ في الأذان؟ 5 6 جمل. وفي الإقامة أيضا مثل ذلك، يعني في المقدمة وفي المؤخرة. فعندنا يا طويل العمر التكبير هو من أفضل الذكر، ويسن في هذه الأيام، وينبغي للمسلمين أن يهتموا به، وأن يكون شعارهم عند الخروج لأداء صلاة العيد التكبير. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. عندنا يعني بعض الأسئلة خاصة من الطلاب المبتعثين إلى أوروبا أو غيرها، يسألون عن يقولون هل نستطيع إخراج زكاة الفطر مبلغ مالي ندفعه إلى الفقراء أو الجمعيات الخيرية هناك؟ أنا قلت في حلقة قادمة سابقا زكاة الفطر أنها تكون تبع الفتوى، يعني إذا كان الفتوى في بلد من البلدان مثل بعض البلدان العربية، وفي الفتوى في بلدان الغرب أن إخراج المال أنفع، فينبغي للمسلم أن يخرج المال حسب ظروفه. نعم. وأنا كنت أذكر أنه مرة من المرات أدركنا العيد وأنا في أمريكا، وكنت في ذاك الوقت عام 1400 تقريبا أو 7، قلت لا ما أخرج إلا طعام. قالوا لي الإخوان شرت أنت رز من يأكل؟ الأمريكان يأكلون في المطاعم وفي ذا، يعني أنت أخيرا اقتنعت وخرجت معهم المال. يا إخواني البيئات تختلف، يعني البيئات تختلف، ولذلك المسلم إذا جاء في بيئة يرى علماؤها أن أحسن وسيلة لإخراج زكاة الفطر المال، يخرج المال وليس فيه شيء. وسبق أني قلت في حلقة قادمة أن هذا مذهب سابقة عمر بن عبد سابقة هنا أن هذا مذهب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وبه قال أبو حنيفة، وأيضا يعني اختيار الإمام البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. نعم
طيب يا شيخ، سؤال يمكن يتكرر دائما في شهر رمضان المبارك وخاصة في آخره، من أتى إلى العمرة هو يعني وأعلن عن أن غدا هو عيد الفطر المبارك وصام في بلاده متأخرا، كيف يكون حاله مع هنا يا شيخ؟ يجب أن يعني يفطر العيد، يعني لو مثلا جاء شخص سعودي أو بنغالي من بنغلاديش وهم مثلا قد صاموا بعدنا بيوم، اي نعم صح، ونحن صمنا 29، اذا صمنا 30 خلاص ما صمت 29 يكفي، لكن لو صمنا 29 وهو بعدنا بيوم كم يكون صام؟ 28 باقي عليه يوم. طيب هل يصوم يوم العيد؟ لا يجوز له ان يصوم يوم العيد، حرام صيام يوم العيد. طيب ماذا يعمل؟ يفطر ويقضي بعد ذلك. نعم كذلك يا أخي، لو أن شخصا صام قبلنا بيوم أحيانا يحدث هذا، صحيح، وأظن حدث قبل من عام وكذا في دولة أوروبية. لو فرضنا أن صام قبلنا بيوم ثم جاء معنا فصمنا 30، كم يصوم؟ 31 يوم. ما يصير. هل طيب يفطر يوم آخر يوم؟ لا، يصوم معنا يوم 30 اللي هو عنده هو 31 ويعيد معنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. وهذا يسأل بارك الله فيكم، يقول بالنسبة للزكاة، إحدى الأخوات تقول أنا لي 3 سنوات لم أزكي، وهل علي إثم في ذلك حيث أنني الآن أنوي أن أزكي؟ ما ندري وش الزكاة ذي. الزكاة عندنا 3 أنواع من الزكاة. عندنا زكاة الذهب تزكي هذه السنة والسنوات الماضية، تخليها على المذهب، لما أن المذهب عندنا قوي وله أدلة أنه لا زكاة في الحلي. هذه واحدة. إذا كان زكاة الفطر فيجب عليها أن تخرج حتى زكاة العام الماضي تخرج برذمتها. إذا كان زكاة مال، بمعنى أن الأخت هذه عندها مال في البنك، عرفت، طول العمر ولم تزكه السنوات الماضية، فحينئذ يجب عليها أن تحسب مقدار الزكاة وتخرجها، والزكاة دين في ذمتها. فعندنا 3 أنواع الآن من الزكاة. أنت معي شيخ خالد؟ نعم. عندنا زكاة الفطر تزكي، وعندنا زكاة المال تزكي، زكاة الذهب فيه. إذا كانت الآن تريد أن تزكي هذه السنة والسنوات الماضية تبقى على المذهب، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياه ما يحبه الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ، نأمل من معالي الشيخ عبد الله حفظه الله بيان فضل التواصل والتراحم ونبذ القطيعة والفرقة بين الأقارب والأصدقاء بمناسبة هذا العيد الذي أقبل علينا. هذا كلام جيد، والناس الآن يا أخي في محبة التواصل والرحمة والتزاور قسمان، قسم يحتسبه عبادة ويتقرب إلى الله بالطاعة، ويا إخواني ترى صلة الأرحام، والله يا إخواني لو ما فيها حتى رضا الله، فيها نظام كوني سبحان الله. إن الله تعالى يمدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا النظام الكوني: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. الله قال للنظام الكوني، قال في النظام الكوني لما قالت الرحم، لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: أما ترضين أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت، نظام كوني سبحان، ومن قطعك قطعت. يا إخواني والله العظيم نوما بالله هذا يكفي، فكيف وهذا رضا الله؟ عبادة ترضي بها ربك ويكثر بها مالك ويطول بها عمرك، هذه كلها يا إخواني خير عظيم. يا أحبابي بارك الله فيكم، ليتنا نتذكر هذه الحديث، ليتنا نتذكر حديث 3 يعمرن الديار ويطلن الأعمار، 3 يعمرن الديار ويطلن الأعمار، حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام، سلام، و3 يقصرن الأعمار ويخربن الديار. ما هي؟
سوء الخلق وسوء الجوار وقطيعة الأرحام. يا إخواني لابد بارك الله فيكم أن الناس ينتبهون لمثل هذا الأمر. صلة الرحم من أعظم العبادات، قطيعة الرحم من أشد الذنوب. اسمع ماذا قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. سمعت؟ نعم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وأثابك الله على ما قدمت في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وأنا في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن يحسن لنا ختام هذا الشهر المبارك، وأن يغفر به ذنوبنا، وأن يستر فيه عيوبنا، وأن يصلح ذرارينا ونساءنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر جنودنا المرابطين. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا. اللهم احفظ حكامنا وبارك لنا فيهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونبارك لكم بهذا العيد عيد الفطر السعيد، ونقول للجميع بارك الله لكم وكل عام وأنتم بخير، وأن يعيده علينا أعواما عديدة بإذنه عز وجل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن عبد الرحمن مدرع وكذلك الزميل المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.